السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلامة وصلنا في الفيديو السابق إلى ظهور الإنسان الحديث قبل تقريبا 200 ألف سنة في إفريقيا وتكلمنا بصفة مختصرة كيف هذا الإنسان بعد فترة خرج من إفريقيا واختلط مع أنواع أخرى من أنواع الإنسان وفي الاخير استطاع ان يسيطر على كل الكره الارضيه ويصبح هو الانسان الوحيد الموجود حاليا وكل الانواع الاخرى انقرضت او اندمجت فيه هذا النوع من الانسان لم يظهر صدفه ولم ينزل من السماء وانما ظهر بعد سلسلة طويلة ومعقدة ومتشعبة من التطور التي ادت الى ظهوره كما عرفناهم في الفيديوهات السابقة، ولكن في هذا الفيديو بش نحاول نلخص بصفة مختصرة كيف تم هذا التطور بش تكون عندنا الفكرة واضحة ويمكن ان نتكلم عن هذا الانسان الحديث اللي احنا ننتمي اليه. ونشوفوا كيفاش هو بدوره تطور حتى وصلنا للوقت الحاضر هناك اثنين مراحل مهمة قبل ظهور مرحلة الإنسان الحديث المرحلة الأولى اللي باش نحاول نسميوها مرحلة أشباه الإنسان أو الحيوان الإنساني بدأت قبل عشرة مليون سنة وانتهت في قرابة خمسة ملايين سنة أي دامت عدة ملايين من السنوات خلال هذه المرحلة ظهرت أنواع كثيرة من أشبه الإنسان في جنوب ووسط والساحل الإفريقي بعضها اندمج مع بعض والبعض الآخر انقرض لم تغادر إفريقيا أصلا هذا النوع من الحيوان الإنساني لا نفرق بينه وبين بقية الحيوانات إلا مع بعض الحيوانات الذي يشترك معهم في جد مشترك كما أنواع القرودة والشامبونزي والغوريلا وغيرها هؤلاء أشباه الإنسان لم يكونوا منتصبين كليا وليس لهم لغة ولا عادات اجتماعية من هذه الأنواع من أشباه الإنسان ظهر قبل خمسة مليون سنة ما نطلق عليهم الأسترولوبيتيك وهنا دخلنا في المرحلة الثانية التي سوف تؤدي إلى ظهور الإنسان الحديث ظهور الأسترولوبيتك في إفريقيا سوف يغير كل التاريخ حيث أن هذا النوع من الإنسان والذي تفرع إلى عدة أنواع أخرى سيطر على المنطقة الجنوبية والساحلية ووسط إفريقيا وانتشر في كل إفريقيا وظهرت عدة أنواع متاع أسترولوبيتاك هناك أنواع جدا بدائية وأقرب للحيوان من الإنسان ولكن مع التقدم في الزمن بدأت تظهر أنواع أخرى أكثر تطور وبدأت تقترب من الإنسان سواء في طريقة المشي أو في حجم المخ، ولكن هذه الامتيازات الذي كسبها لم تجعل منه إنسان ذكي وماهر، حيث إن هذا النوع من أنواع الإنسان الذي نطلق عليه الأسترالوبيتاك لم يصنع أي أدوات، ولكن كان يستعمل بعض الحجارة والعصي للصيد. كما أن لم تكن له لغة بل كانت له بعض الأصوات يطلقها عند الخوف أو الجوع أو غيرها من الأمور مثله مثل بقية الحيوانات خلف الأسترولوبيتاك ما يسمى بشبه الإنسان أو الحيوان الإنساني وأصبح يسيطر على جنوب وشرق ووسط إفريقيا ولكن لم يغادر إفريقيا اصلا بل من بعض انواعه ظهر ما نطلق عليه الانسان الاول وكان انقراضه قبل ثلاثه الى اثنين مليون سنه تقريبا وهكذا تنتهي المرحله الثانيه وندخل في المرحله الثالثه التي تهمنا هنا وهو ظهور الانسان الاول في افريقيا قبل اثنين الى ثلاثة مليون سنة، نفس عملية التطور حدثت، لا معجزة ولا أمر خارق للعادة ولا نزول من السماء. من أحد أنواع الأسترلوبيتاك المتقدمة في التطور، ظهر أول نوع من أنواع الهومو في افريقيا، منذ قرابة ثلاثة مليون سنة. من الاكتشافات لنوع الهومو الى هذه الساعة هو الامو سيبي والذي يعود تاريخه الى 2.8 مليون سنة تم اكتشافه عام 2013 في اثيوبيا وهو عبارة على اسنان فقط ثم ظهرت انواع عديدة من الامو وكلما تقدمنا في الزمان ازداد التطور ومهارة وانتشار في المنطقة الذي كان يعيش فيها الأسترولوبيتاك الذي انقرض تقريبا كليا من إفريقيا قبل مليون سنة آخر الدراسات العلمية تقول إن الهومو هو الوحيد الذي بدأ يهاجر ويغادر موطنها الأصلي وبدأ في الانتشار في كل إفريقيا وخاصة نحو شمال إفريقيا ثم بدأ الخروج من إفريقيا نحو آسيا وأوروبا في حدود تقريبا 2 مليون سنة قبل مليون سنة وبعد انقراض الأسترولوبيتاك كليا من إفريقيا أصبح الأمو هو سيد إفريقيا وسيد جنوب وسط آسيا وأوروبا بكل أنواعه وفصائله من صفات وخاصيات الأمور من أول بدايته أنه نوع من أنواع الإنسان الذكي والماهر ويسعى نحو المغامرة ومخه قريب من مخ الإنسان الحالي يمشي تقريبا بطريقة منتصبة وطور لغة بدائية بتقليد الأصوات والحركات كما أنه بدأ يصنع الأدوات من الحجارة والعصي وسقل الحجاره وهذا مع الزمن بدا يطور تلك التقنيات كما انه كون ما يسمى بحياه اجتماعيه خاصه بعد ما تم اكتشاف او استعمال النار قبل تقريبا 700 الف سنه وهذا يجعل من هذا الانسان عباره على انسان جدا متطور من ناحيه التقنيه ومن ناحيه الاختراعات والاكتشافات بين 500 الف سنه و200 الف سنه اصبحت هناك كثير من انواع الهموم في افريقيا واوروبا واسيا كل واحده اتطورت على حسب مناخها وظروفها الخاصه من اجل البقاء ونجم نعتبر ان بدايه ظهور الشعوب فوق الكرة الأرضية على حسب أنواعها صحيح كانت جدا بدائية ولكن كل شعب عنده الخاصية متاعه والهجرة ما توقفتش تواصلت من إفريقيا نحو آسيا ونحو أوروبا لشعوب أمو أخرى أكثر تطور إلى ظهور ما نطلق عليه الإنسان العاقل اللي هو نوع من انواع الامو الاكثر تطور. تم اكتشاف جمجمتين لهذا الانسان قرب نهر الامو في جنوب اثيوبيا والسودان وشمال كينيا سنه 1967 ولكن في ذلك الوقت لم نحدد تاريخ ظهور هذا الانسان ولكن اليوم مع تطور العلم استطاع العلماء ان يحددون هذا التاريخ. الى قبل 200 الف سنة وجاءت الدراسات الجينية لتؤكد ذلك وكذلك الدراسات اللغوية. يعتبر هذا النوع من الإنسان مشابه كليا للإنسان الحالي، بل هو الوحيد الموجود اليوم وكل الأنواع الأخرى إما انقرضت أو اندمجت فيه على حسب تطورها، خاصية هذا الإنسان أنه مستقيم كليا ويحمل نفس حجم ووزن الانسان الحالي كما ان له مخ مطابق لمخ الانسان اليوم وله لغه جدا غنيه وله عادات وتقاليد اجتماعيه يعيش في مجموعات بشريه يحب المغامره وهو انسان ماهر ومبدع وانتشر في كل افريقيا اذن بين 200 الف سنة و 150 الف سنة عندنا اربع مجموعات بشرية كبيرة، الأولى هو الإنسان الفلوريس في جنوب آسيا ونواحي أستراليا، الإنسان السابيانس في إفريقيا اللي هو أكثر تطور وآخر واحد ظهر، الإنسان الندرتال في أوروبا والشرق الأوسط، والإنسان دينيسوفا في وسط وشمال آسيا خرج الإنسان العاقل أومو سابيانس من إفريقيا قبل قرابة 125 ألف سنة وواصل خروجه إلى قبل 50 ألف سنة وانتشر في الشرق الأوسط ثم أوروبا وجنوب آسيا وشمال آسيا بل ذهب إلى قارة أمريكا وعمرها وفي حدود 20 ألف سنة قبل يومنا هذا قضاء الإنسان العاقل أو ما يطلق عليه الأمو على كل الأجناس الأخرى الموجودة سوى بالاندماج أو القتل أو الانقراض الطبيعي لأنها كانت أقل تطور منه إذا يمكن أن نقول قبل عشرين ألف سنة لم يبقى إلا الإنسان الحالي بعد السيطرة الكلية للإنسان العاقل على الأرض وبالطبع ذلك وقع بطريقة تدريجية مدة عشرات الآلاف من السنين إلى حدود تقريبا عشرين ألف إلى عشر آلاف سنة بدأت تتكون الشعوب والتكتلات البشرية المتشابهة في الطبيعة أو المناخ أو العادات أو التقاليد وتظهر مجموعات لغوية محددة وعادات خاصة لكل شعب وكل مجموعه تندمج في مجموعه اخرى اقل تطور وهكذا بدات تظهر ما يسمى بالانسانيه الحاليه على حسب الشعوب وكل شعب او مجموعه يحاول ان يسيطر على المجموعات او الشعوب الاخرى التي هي اقل منه سواء بالدمج بالقوه او بطريقه طبيعيه القانون الطبيعي يعيد نفسه، ما كان يحدث بين انواع البشر اصبح يحدث بين النوع الواحد من البشر الذي هو الانسان الحديث او الانسان العاقل، الذي بدوره انقسم الى عده شعوب وقبائل، وكلما يتقدم شعب ويتطور يسيطر على ما هو اقل منه، وكان الانسان في تلك الفترة. غير مستقر ومتنقل دائما وبدأت الأمور تتغير قبل قرابة عشرة ألاف سنة عندما الإنسان بدأ يستعمل الزراعة وتربية الماشية وبدأت تتكون القرى الصغيرة وذلك قبل قرابة عشر ألف سنة إلى ثمانية ألاف سنة وقبل أن نواصل الحديث وبعد ما عرفنا الحقيقه لظهور الانسان على حسب الادله الجيولوجيه الذي عرضناها في الفيديو هذه والفيديوهات السابقه اريد هنا ان اتوقف لاتكلم عن البحوثات فيما يخص الحامض النووي والبحوثات فيما يخص تطور اللغه باش نقارنوا من بينهم ومن بين البحوث الجيولوجيه اللي لكلهم يؤكد نفس الفكره حول حقيقه ظهور الانسان فوق الارض خلينا نبدا بعلم اللغه وهو علم يعتبر حديث ويعتمد على عده علوم اخرى منها علم الاحياء القديمه حيث نبحث في الحفريات اللي تم اكتشافها هل هذا الانسان او اشباه الانسان له عقل يمكن ان يتكلم او لا وهل له مخارج صوتيه تسمح له بالكلام وكذلك يعتمد على علم النفس وعلى علم الاحياء الجزئي الذي يبحث في الجانب الوراثي واخيرا يعتمد على علم اللغات المقارنه ويقارن بين اللغات ويرى التقارب من بينها وهو علم معترف به وعلم جدا مهم لمعرفه اصول اللغات وكيف تطورت عبر الزمن بهذا العلم نحاول باش نعرفوا كيف تطورت اللغة عند الإنسان من أول الإنسان الأول ومن قبل ما يطلق عليهم أشباه الإنسان أنتم تعرفوا اللي أقدم أسطورة تتكلم على اللغات هي الأسطورة اللي ذكرت في التوراة عند اليهود وتتكلم على برج بابل حيث تروي الاسطوره ان بعد الطوفان اولاد نوح اجتمعوا في منطقه وبنوا مدينه كبيره وبنوا برج كبير وجعلوه على اساس يكون مركز العالم وحوله كل البشر وكانوا يتكلموا لغه واحده يا اخي الاله هبط وعندما شاف كبر المدينه وشاف كبر البرج وشافهم يتكلموا لغه واحده خاف إنهم يصبحوا قوة كبيرة، فشعمل كسر البرج وشتتهم في البلدان وبدل لهم لغاتهم وردهم يتكلموا عدة لغات لكي لا يتحدوا ويصبحوا قوة كبيرة. هذه هي الأسطورة التي ذكرت في التوراة ونقلها بعض المؤرخين حول هذا البرج. ثم جاءت الأديان وأتخذت نفس النهج وقال اليهود ان الانسان في الاول كان يتكلم عبري وجاء الاسلام وقال ان ادم كان يتكلم عربي وكل واحد ينسب اللغه بتاعه على اساس انها اللغه الاصليه اللي كان يتكلمها الانسان ولكن الان مع تطور العلم ومع علم اللغه عندنا روايه اخرى نحاولوا باش نذكروها ملخصه العلم يقول ان ظهور اللغه عند الانسان ليس بالشيء السهل كما كنا نتوقع، بل هو امر جدا معقد ومتشعب متوازي كليا مع تطور الانسان عبر ملايين السنين. لقد اثبت العلم ان تركيبه الجمجمه ومخارج الهواء وعضلات الفم والانف لها دخل كبير في النطق، كما ان المخ يجب ان يكون متطور في حجم معين ويحتوي على الخلايا العصبيه التي تسمح بالتعبير والنطق كما ان وجود خلايا خاصه بالذاكره جدا مهمه لكي يتذكر الانسان الكلمات بل ذهبوا اكثر من ذلك حيث اكدوا ان هذه الخلايا وراثيه كما هناك جانب نفسي واجتماعي يسمح للانسان لكي يتعلم إن اللغة ليس معجزة ولا نازلة من السماء ولا هي اللغة ملقنة من مخلوقات فضائية بل ظهرت عبر مراحل التطور الإنساني حتى توفرت الظروف والعوامل كلها عند الإنسان التي سمحت له بالكلام تدريجيا وظهور اللغات في العالم إذا عندما نعود إلى التاريخ الإنساني نجد أن أشباه الإنسان أو الحيوان الإنساني الأول الذي ظهر بين 10 الى 5 ملايين سنه لا تتوفر فيه ظروف الكلام ولا التعبير، بل هو في نفس مرتبه الحيوان الحالي، يطلق اصوات وحركات جدا محدوده وهذا ثابت علميا من الاكتشافات التي تم دراستها. اما الانسان الثاني الذي نطلق عليه الاسترلوبيتاك وهي عده انواع ظهرت بعد أشباه الإنسان بين خمسة إلى ثلاثة ملايين سنة رغم أنها أكثر تطور وبدأت تظهر فيها مقومات الكلام البدائية إلا أنها بدورها لم ترقى إلى درجة لغة هي عبارة على إشارات أكثر غناء وأصوات أكثر تعبير ولكن لا يمكن أن نقول إنها لغة فهي يمكن أن نسميها طريقة تواصل متطورة بدائية لم تنضج لكي نسميها لغة مقدمات اللغة بدأت قبل ثلاثة مليون سنة مع ظهور أول أنواع الهومو الذي كانت تتوفر فيه كل مقومات النطق من حجم المخ والخالية الخاصة باللغة والذاكرة وقابلية التعلم مع مخارج للهواء تسمح بالكلام وزياده على ذلك بدايه الحياه في مجموعات بشريه تحتاج للتواصل فيما بينها ولكن رغم ذلك في الاول ظهرت طريقه تواصل جدا متطوره تتمثل في حركات الايدي والراس والجسم وتعبر على الاحاسيس وتصاحبها بعض الاصوات المنظمة والكلمات التي تعبر على اشياء معينة، أي في الأول بداية ظهور الكلمات، ومع تطور الهمو بدأت تظهر اللغات البدائية على حسب أنواع الهمو وهجرتهم، مثلا نجد نوع من اللغة عند النيدرتال الذي في أوروبا ونوع آخر من اللغة البدائية عند الإنسان دينيسوفا في وسط وشمال آسيا ولغة أخرى جدا بدائيه عند الانسان فلوريس في جنوب اسيا ولكن التي يمكن ان نطلق عليها لغه باتم معنى الكلمه ظهرت مع الانسان العاقل الذي نطلق عليه الهومو سابيان في افريقيا علماء اللغه كلهم متفقين ان كل لغات العالم اليوم اصلها كان افريقيا ولكن اختلفوا في شيئين هل هناك لغة اصلية تفرعت منها كل لغات العالم ام هناك عديد اللغات ظهرت في افريقيا وانتشرت خارج افريقيا وزادت تطورت خارج افريقيا واصبحت لغات مستقلة ولكن الدراسات الاخيرة خاصة التي تتعلق بتطور الانسان والدراسات حول اللغة والمقارنة بين لغات العالم أثبتت أن كل لغات العالم اليوم تعود إلى لغة أصلية ظهرت في إفريقيا بين 125 ألف سنة و60 ألف سنة تقريبا والتي كان يتكلمها الإنسان العاقل الهومو سابيا ومع هجرة هذا الأخير من إفريقيا إلى بقية العالم وجد لغات بدائية تم دمجها في هذه اللغة الأصلية بعد انقراضها وانقرض الانسان البدائي الذي كان يتكلم بها، وبعد هذا الدمج ظهرت في العالم عائلات لغويه كثيره، ولكن العلماء يحددونها ب 16 عائله، اهم هذه العائلات هي العائله الهندو اوروبيه والافرو اسيويه، ولكن كل هذه العائلات اللغويه تعود الى اصل لغه الانسان العاقل الاول الذي ظهر في افريقيا وعمر العالم وأقرب لغة حية اليوم لهذه اللغة الأصلية الذي تكلمها الإنسان العاقل هي اللغة التي نطلق عليها لغة البشمان الموجودة في جنوب إفريقيا هذه اللغة البشمان هي من أغنى لغات العالم حيث تحتوي على كل الأصوات الموجودة في كل لغات العالم اليوم وهذه اللغة هي تعتبر اقرب لغه للغه الاصليه التي ظهرت مع الانسان العاقل. اذا علم اللغه اثبت بدوره علميا ان اللغه تطورت من لغه اصليه ظهرت في افريقيا وهذا التطور دام عشرات الالاف من السنين بل مئات الالاف من السنين لكي تظهر اللغه وهكذا يتوافق علم اللغه مع النظرية العلمية للحفريات الجيولوجية التي تثبت بالادلة العلمية على وجود التطور الذي ادى الى ظهور الانسان. علم الجينات الذي يعتبر علم حديث وصل الى نفس النتيجة ويتفق مع علم اللغة والبحوث الجيولوجية على ان الانسان لم يظهر صدفة ولم ينزل من السماء وانما ظهر نتيجه تطور طويله دامت ملايين السنين ومرت بعده مراحل ادت الى ظهور الانسان في افريقيا ثم انتقل الى بقيه العالم ثم ظهور الانسان العاقل لومو سابيانس الذي كان انسان جدا متطور واستطاع ان يفرض وجوده على كل الكره الارضيه ودمج جيناته مع جينات الانسان الاقل تطور منه ودمج لغته مع اللغات التي اقل منه واصبح هو سيد الكرة الارضيه وهكذا انقرض كل ما هو قديم وظهر الانسان الحديث بين خمسين الف الى قرابة عشرين الف سنة قبل الان وهكذا نختم هذه الفيديو ومع فيديو قادمه وشكرا على التشجيعات وعلى توزيع الفيديو.